السلام عليكم، هلا والله شباب، كيف حالكم؟ معكم ريان اوسم زد، رجعلك بحلقة الثانية من سلسلة يوتيوبر لايف. انا صراحة لا تعليق، والله صدق لا تعليق. شوفوا كمية اللايكات في الحلقة الماضية، 95,000 لايك. شكرا 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 على الدعم الخرافي، والله يعطيكم العافية. صدق صدق ما راح اقصر معكم باذن الله. الحلقات انا كنت مخطط انها في الاسبوع تكون حلقة، لكن لا، ان شاء الله ان شاء الله في الاسبوع حلقتين او ثلاث حلقات باذن الله لعيونكم، لان صدق الدعم اللي قاعد يجيني فيها رهيب. ناهيكم عن سالفة التعليقات، يعني شوفوا بالله شيكوا على التعليقات، كل اشياء تساعدني وتفيدني اني اكمل السلسلة. لان كثر كلام خلونا نبدأ. سويت تغييرات صراحة، كثير كتبوا لي في كومنتات ريان حاول انك تطلع من اللعبة وترجع، لأن آخر مرة نمت فيها قبل ما تفتح الباث أو الصندوق الباكيج اللي طلع فيه الباث وفجأة تسطح. سويت الحركة بعد ما انتهيت من الحلقة، لكن للأسف ما حصلت صراحة، ما لقيت. عموما بتقول لي كيف رجعت؟ طيب تخيلوا، عدت من جديد. يب، عدت من جديد ولعبت تقريبا ساعة ساعة ونص على أساس أقدر أرجع الأشياء هذه. طبعا عدلت شوية بالأشياء، يعني ما خليت السيتوب في الحمام، لا خليت الحمام حمام، وخليت الغرفة الخاصة فيني هي يعني غرفة اللعب، غرفة تقريبا النوم. يشد ايت فود، اوكي لازم نطلب. ما ادري انا طالب طلبية فود شيء، طالب طلبية برا، اوه طالب طلبية الظاهر هواية. يب، او مروحة، تمام. جيب. طبعا هذه من الاشياء اللي قلتوا لي اياها في كومنتات ريان، اذا جيت تفتح شيء افتحه من بعيد عشان ما يخرب عليك. فا اوكي يعطيكم العافية، خلونا نحطها هنا، ايش رايكم؟ نحطها هنا ينفع؟ اوكي لا، بتكون معترضة شوي، ايش رايكم؟ اوكي احس كذا ان شاء الله انه افضل. الهيت 24، والله ما ادري اذا هي قاعد تهوي الحين ولا لا، والله ما ادري. طيب خلونا نبدا شغلنا اليوم، خلونا نطلب اكل اول خطوه، بعدين نبدا في الاشياء الثانيه اللي علمتوني اياها. شكرا لكم صدق، والله صدق شكرا لكم، يعني علمتوني اشياء كثيره، اهمها ستريم لابس. هذا لازم اشتري ذا البرنامج على اساس الواحد اذا سوى دونيشن اقدر اخذ او اسوي تحصيل للفلوس اللي ارسلها لي، بدونها ما اقدر. فعشان كذا لازم اشتري هذا البرنامج او حمله قصدي، لانه مجاني. طيب خلونا نروح نطلب اكل. معي 310 وصراحه شيء مره مؤسف وقليل، لازم اضبط عمري، لازم ابدا احمل الحين ستريم لابس على اساس اقدر اجيب فلوس. وبرضه فيه شيء ثاني علمتوني في الكومنتات، الله يعطيكم العافيه، شكرا لكم، افدتوني كثير. قلتوا لي ريان ترى على وضعك كذا مستحيل تكمل، لازم تروح تشتغل، فهذا اللي ناوي اسويه. لكن قبل خلونا نروح الابس وخلونا نحمل ستريم لابس على اساس، وبرضه ستيم، خلينا نحمل ستيم ستريم لابس. اوكي ام هانجري، ابشر. طيب خلينا نحمل ستيم، خلونا نحمل ستريم لابس. طيب نحمل حق الفيروس، حمل ليش لا؟ هذا حق البيتكوين، هذه بيجي وقتها. ادري في كثير يقولون ريان حمل حق البيتكوين، روح لم المدينه وما ادري ايش. اصبر اصبر، مو الحين يا شباب. خلونا نروح ناكل لانه وصل الاكل، خلنا ناكل كروسان، ناكل هذه. اوكي يا سلام، خلاص الحين ما يحتاج نروح برا، لا خلص امورنا هنا ولا نروح ندفع 10 دولار. وبرضه الهايجين مرتفع عندنا، هايجين. دقيقه خلنا نسوي مره ثانيه، اذا نقص الهايجين نروح، يلا خلنا ناخذ كذا باث عشان اذا بثينا يكون وضعنا كويس. شوفوا وضعي مره كويس، الهيجين والنظافه 100%. دورة مياه ما احتاج، صفر. اكلي وطاقتي كل شيء تعدل، شفت كيف؟ الحمد لله كله يعني بفضل الله ثم بفضل تعليقاتكم، الله يعطيكم العافيه. طيب الوظائف، جوب كينج، اتوقع انك تبحث عن وظائف، اتوقع. خلونا نروح نشوف الوظائف. اوه اوكي. طيب في كثير قالوا ريان راح بيتزا، نقص 18 انرجي او طاقه، راتب 42 دولار. اوكي اتوقع انه افضل شيء مع هذا اللي هو تاكسي درايفر، لكن تاكسي درايفر مش مشوار والله. جيت وورك، ايش رايكم نشتغل؟ اتوقع والله كويس. وي ويل سند يو ا مسج 3 اور بيفور ذا جوب جوين. يلا جيت وورك. اوكي انا ما ادري الحين قاعد اشتغل ولا ايش السالفه. اوه جتني رساله، وش السالفة؟ اوكي خلينا نشوف. اوكي جتني رسالة، خلينا نشوف الرسالة وش محتواها. يقول لك يور بيتزا جوب ويل ستارت ات 1 ات 13 الساعة 1. اوكي بليز بي ات ورك ان تايم، يور امبلوير كان ريت يور ورك. طيب الساعة 13 الحين الساعة 15. طيب ولا هذه من بكرة؟ هذه بكرة يا عيال، الحين الساعة 15 والله بدري. بكرة ان شاء الله، مو اليوم، بكرة. خلينا ننزل كذا، بكرة ان شاء الله بكرة. طيب تصدقون لازم افتح الماب وخلونا نحدد محل البيتزا. بيتزا هذا هو. اوكي اي صح، كثير قالوا لي ريان ترى البنزين غالي، وفعلا انا شيكت صراحه، عاد 25% بس بترول او بنزين 89 دولار. خير ايش فيه؟ والله ما عبي بنزين، الكعاب يصرف لي صراحه. طيب ابث ولا اروح الشغل؟ ما ادري يا اخي، يبعد 1000 متر اروح كعابي؟ والله ما ادري. شوف يا عيال، انا اصلا اليوم ناوي نية اني استكشف هذه المدينه، واستكشف هذه الحاره تقريبا، ما هي مدينه، حاره صغيره، حاره معدومه، حاره ابو كلب. المدينه الكبيره هناك، يعني زي ما تلاحظون انا موجود في الحاره الخايسه هذه. المدينه الرهيبه هذه كيل اساس، هي اللي صراحه اطمح اني اروح لها. ما ادري اذا بروح لها اليوم ولا لا، ممكن اروح عشان البيتزا. عموما برضه في كثير قالوا ريان فتش في الزباله. طيب ابشر بسم الله. اوكي
اوكي اوكي اوكي يا ساتر كلها اشياء خايسه. طيب ما لقينا شيء في الزباله للاسف. خلونا نشوف المباني هذه وش وضعها وش سالفتها. ما ادري انا وش سالفتها، ما ادري ليش محطوطه كذا. اوكي هل فيها احد يبيع؟ هل فيها احد؟ الى الان ما في احد. ورا ذا وش ذا ليه عماره كذا متروكه كامله؟ ما ادري حتى ما تسميها عماره هذه. البيوت يمدينا نفتحها؟ لا ما يمدينا نفتح البيوت. البريد حقهم ما نقدر. اوكي اوكي هذا نفس ذاك بعد، ما في شيء، ما في دور ثالث، هذا دورين. ما ادري ايش قصدهم بهذا الصندوق المحطوطة هنا. هذا بي ايس كريم ب10 دولار، يعطيك العافيه شكرا يا حبيبي. هذا وش وضعه؟ والله حارتنا ابو كلب يا عيال، حارتنا ابو كلب. وات ايش السالفه؟ بسم الله يروح. هذا وش يبيع؟ هذا ديلر. اوه يبيع. لا يا حبيبي طف خلاص يا مزعج. برست انتراكت. لا 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 لا. مع السلامة حبيبي. في شي فوق؟ في السرير حقه. اوكي ابعد عن هذا، ابعد عنه. يبيع مخدرات ويبيع اشياء ما هي كويسة ابدا. طيب هذه الحارة والله حارة مرة خايسة. دينار. اوه مطعم. وهذا شو؟ صرافة. اوكي اي تي ام. طيب صدقون خلونا ندخل المطعم نشوف سالفته. اوكي هذا كأنه الجقر حق كود. اوكي مطعم ابو كلب ما في احد يبيع. والله يا حارتنا ابو كلب. السلام عليكم يا الغاليه، مستمتع بالمنظر الخايس. لازم نروح مطعم البيتزا. او لا لا تقول خلني اسوي ستريم. ياب 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 بكره بروح مطعم البيتزا. الان بروح اسوي ستريم. بحمل ستيم. حملت ستيم اوريدي، ستيم لابس. هذه بجربها الحين، بعدين مو بكره ان شاء الله بروح الدوام حقي. ان شاء الله ما يخصمون علي يوم واحد ان شاء الله. طيب اتوقع وضعي كويس. خلونا ندخل، خلونا نشوف. تحملنا، حملنا كل شيء ممتاز. طيب بسم الله خلونا نروح او بي اس. بعد اليوم لازم كل يوم ستريم كي. وش ذا المشوار؟ خلونا نسوي لوجين، نحط البصمه حقتنا كالعاده. لوجين. عايزين تشوفون اسم ستريم فعاليات عرض ازياء. طبعا عندي 38 فولور، 10 سبسكرايبرز، وللان ما جاني شيء من الارباح لان اكسبكتد ما عندي ستريم لابس. لكن الان محمل ستريم لابس فوضعي كويس. طيب 4201 خلونا نروح نكتبها. 4201 خلونا نسوي ابروف وخلونا نضبط وضعنا. نحط 2400. اوكي ممتاز ان شاء الله انه كذا كويس. اي دقيقه ثواني قبل ما نبدا خلونا نشغل ستريم لابس. ستريم كي 4201 اتوقع كذا. ابروف يب. اوه كفو. طيب شو السالفه؟ ساوند اليرت اون جيت بيد تيست. اوه سبسكرايب. اوكي جيت بيد يقول لك if the incoming donates are over $10 we instantly transfer to your bank account. حلو. total donate in the account. اوه حلو حلو اخذتها صح؟ اخذتها. حلو هذه اللي كانت معي من قبل. ممتاز يا رب. ستريم لابس يا ناس. طيب خلونا ندخل ستيم. اوه في العاب. طيب احفظوا معنا 286. خلينا نشوف البث الجاي كم بيصير معنا. فول جانج فول جايز يعني كاونتر سترايك ذا ميتشر ذا ويتشر يعني. اوكي خلنا نشتري كاونتر سترايك. خلونا نشتري كاونتر سترايك. ايش رايكم؟ خلونا نشتري كاونتر سترايك. يلا داونلود داونلود. طيب ستارت داونلود. اوف بياخذ وقت. اوه وين حطها؟ سي ولا الدي؟ اه السي فاضي. يلا ستارت داونلود. والله شكل بياخذ وقت يا عيال. طيب احفظ الحين 207. ها 207 لان شرينا كاونتر سترايك ف 207 معنا الحين. صدقون ودي اسوي بث الحين عبال ما يخلص هذا لانه مشوار. والله مشوار. لازم اسوي بث جست شاتنج ونسولف معهم وندردش. برضو نحاول نعوض تقريبا 70 دولار اللي شرينا فيها اللعبه او 60 دولار. بسم الله. اوكي اربع يتابعون، 38 فولورز الحين بيجون ان شاء الله. دروب ليه في دروبات؟ افا نقصنا الجوده. اوكي كذا ما في دروبات لان ما نحتاج جوده اصلا. جست شاتنج يعني. اوكي في 12 شخص قاعد يتابعنا الحين. ممتاز جدا جدا. شوفوا يا عيال ابغاكم تعلموني هذا وش اللي فوق. صدق والله ما ادري وش. واحد قاعد يكتب مشترك. اوه هذول مشتركين اللي عندهم الايقونه هذه معناتهم مشتركين. اوكي جتني اشتراكات، قاعد تجيني اشتراكات والدونيشن. اوكي اي هاف $2 I can be sub if find 3 more dollar. اوه اشتراك $5. What is your age? Say you're younger ولا say you're forget your age. لا علم نقول لهم انا صغير. 29 شخص يتابعنا. ديم والله حلو والله ممتاز مره. والانرجي يعني فينا ان نعطي زياده يعني ما راح نوقف الان. Is it hard to become a streamer like everyone
شتاب اند واتش او لا 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 ما ينفع نعطيهم هذه بالله يعلموني عنها هذه الاشياء الايقونات اللي فوق هذه ابي اعرف وش هي احاول اشوف دونيت ريسيفد بليز تشيك ستريم لابس والله يعطيك العافيه انا ما ودي شيك الحين بشيك بعد البث عشان ما اقطع يعني وقت الستريم didn't watch this stream guys ايش تبي ايش تبي ايش تبي يا اخي ليت في ايش اسمه باند ولا لا تكلم عن الفن things to improve the quality and art is boring talk about beautiful pictures يلا نتكلم عن بيكتشر شوف هذه زادت هذه ما ادري يعني علموني هذا ايش سالفتها صراحه على كل رد اتوقع يزيد اشياء وينقص اشياء هذا اللي لاحظته في 22 شخص يتابعني و47 فولورز يا سلام سلم ممتاز اتوقع الساعه الحين واحده والله تاخرنا people wondering their opinion on an important topic say your real opinion lie to the viewer لا خلينا نقول كلامنا الصدق او الاشياء اللي نحس انها صدق طيب اتوقع اني راح اوقف ستريم يلا ستوب خل نروح الحين ستريم لاب ولعب ستريم از جوينج ويل 22 دولار يعطيك العافيه سبسكرايب سبسكرايب ودولارين والله ما قصر اقسم بالله ما قصر والله قاعد يحمل ذا مطول مطول مره 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 مطول مفروض ما احمله على السيم مفروض احمله على الدي وجاء الهاك يبي لي احمل انا حملت فيروسات ولا ما حملته ظهرني محمله اوكي عموما مو مشكله ايزي الهاك ايزي اربع حروف صلى الله وبارك يعني ما كان ما يخوف اي في دي سي اي في اي في دي سي القم يا هاك يا نوب القم طيب 207 ليش ما وصلتني ليش ما وصلتني ما ادري دقيقه توتال دونيت اوكي قلت بعيد هنا واسوي كذا ايه كذا توصلني خلينا نروح اتاكد ما وصلتني يمكن في البنك القاها اتوقع في البنك القاها نرفع الجوال يمكن حصلها يب يب يمكن حصلها في البنك حقي هنشوف يب 113 اوكي حولها كلها المحفظة ممتاز ممتاز اوكي 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 طيب الان انا جوعان وفي الليل فلذلك شو رايكم خلوني اطلب لي كذا اكل على السريع عشان من بكره ان شاء الله باذن الله نروح للمدينه نروح المدينه ونشوف وظيفتنا هناك عشان ناخذ فلوس ان شاء الله طيب اعتقد اني راح انام ولا ننتظر الاكل شو رايكم ننتظر الاكل خلنا نخلص امورنا قبل ما يوصل الاكل برضو من جديد ونروح ناخذنا شاور كذا على السريع قبل النوم ممتاز عبال ما يوصل الاكل ان شاء الله انه وصل الحين يا رب يا رب دق الجرس يا ابوي ما دق الجرس اوكي شكلي بروح انام ومو بكره ان شاء الله باكل اوكي اوكي وصل الاكل ممتاز فطور فطور بريتو وكريب اوكي 91 ممتاز طيب الساعه كم الحين ابي اعرف الساعه كم الساعه 9 الصبح اوكي الساعه 1 لازم اكون في المدينه فايش رايكم احرك من الساعه 12 من الساعه 12 احرك انا احتاج شيء هنا ما اتوقع اني احتاج شيء ايش رايكم هذه احسها مزعجه اوكي جيبها بالله يحطها هنا مع انه والله ما الظاهر انها زادت الهيت زادت 1% بس احس قليل خلها هنا بعيد خلونا نتاكد بس كاونتر سترايك تحملت ولا باقي خلونا نشوف داونلودز والله مطوله مره عموما انها زادت فلوسي مره كويس اوكي جتني رساله جتني رساله خلينا نشوف لا يقول اوه ليه ما داومت امس الله يستر ان شاء الله الدوام يبدا من اليوم يور بيتزا جوب اوكي طيب طيب ايش رايكم والله الوقت يعدي بسرعه ايش رايكم نروح الحين نستقعد من هناك لان ما عندي شيء اسويه هنا صراحه خلونا نروح بس خلوني ايش رايكم اخلص اموري واتروش واروح يلا 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 اوكي يلا مشينا مشينا خلاص انا جاهز باذن الله بروح كعابي لان كل الكومنتات يقول ريان راح كعابي اصرف لك عشان ما تتقروش وين البيتزا بليس بيتزا بليس هناك عند المدينه لانه صراحه البنزين غالي 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 مره خل نروح كعابي بيضرنا شيء ما راح يضرنا شيء بالعكس رياضه رياضه جميله وحلوه يا شباب والطفرة شينة جدا الطفرة هذا بعدين ان شاء الله اذا صار عندنا خل عندي 7000 8000 10000 دولار وقتها اقدر اروح وارجع بالسيارة يعني يكون 90 دولار بنزين ولا شيء بالنسبة لي لكن الحين يا اخي مرة غالي والله والله مرة غالي يعني تخيل 90 دولار هذا سعر لعبة لعبة ممكن تدخل لك فلوس لازم واحد يجتهد ويتعب في البداية عشان يلاقي اللي راح يحصله شوفوا قربنا والله 700 متر بس من 1000 الى 700 الله يستر لا يطلع لي اسد هنا ولا شيء والله ما تدري عن مدينتهم وصلنا المدينه هلا 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 100 متر يبعد دقيقه كم باقي على دوامي دقيقه هذا صوت الشاحنه اللي وراي الساعه كم الحين اوه يلا يلا باقي 20 دقيقه والله شو اني حركت مبكر بسرعه بسرعه باقي 20 دقيقه عشان يبدا الدوام حقنا بسرعه خلينا نكون قبل ما يبدا الدوام احنا موجودين يلا يلا بسرعه 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 لازم اوصل طلبات انقز باركور يلا 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 وهلا والله بالمدينة لازم نستكشفها لازم نستكشفها بس خلونا اوه معطيني دباب معطيني دباب اوكي اوكي يلا يلا بسم الله بريس ايت ستارت ورك العب والله حركات او بس جاني وات خلاص وش السالفة بس كذا اوكي ابغى اشتغل مرة ثانية اقدر ستارت ورك اجين Please come to work on time.
This has already begun. شلون؟ خلاص يعني خلاص خلصنا. والله ما أدري بس أتوقع إنه إيه. أتوقع إنه خلصنا. خلنا نشوف البنك. يب عندي 84 حطوها في المحفظة عندي أو في ال... أوكي جاني 84 من وظيفة. والله مرة كويس. تخيل هذا سعر البنزين صراحة. شفت كيف؟ طيب بحكم إنه في المدينة. إيش رأيكم نستكشف المدينة؟ يلا مشينا مشينا بسم الله. والله يا مدينة وش دي السيارة وراها كذا. هاي حبيب حرك. بسم الله. الله ياخذ كرواتني. أوكي خلاص روح روح روح. شو أمه ذا يريوس علي. أي أي يا ساتر يا ساتر. إيش في إيش في شرطة يا شرطي يا غبي يا متخلف يا متخلف. أوكي مدينة محيوسة مرة. أيوة صدم كل العالم. أوكي لا راح راح. أوكي كويس بس روعني حسبي الله بالسفتي حقه. طيب هذا وشو ترى تصدقون اتوقع لو نفتح الماب او نفتح الخريطه هنا شوفوا نفتح الجوال نفتح الخريطه هنا ممكن نعرف ايش الاشياء اللي احنا فيها. عندك شوفوا زوبر اوه اصير زي اوبر وهذا بيتزا تاكسي تاكسي دليفري دليفري جوب هذا توصيل طلبات وكاشير اوكي ويتر اوكي من ذا اللي ضرب بوري هذا يدخل في الرصيف ويضرب بوري يا اخي متخلف انت. طيب وش استكشف وش استكشف والله لا من شرطة لا من ناس شو اقسم بالله السواقة معدومة اقسم بالله او وقفه كفو عطى مخالفة كفو عطى مخالفة كفو عطى مخالفة لا لا تصدمه عطى مخالفة يا حول لا قوة الا بالله مدينة مدينة مضروبة اقسم بالله. طيب اوه باص مدرسة حركات في تاكسي. طيب احس اني قاعد اضيع وقتي هنا في المدينة اتوقع اتوقع يب قاعد اضيع وقتي فلذلك وش رايكم خلنا نشيك على هذه الزبالة. اوكي شكل الزبالة المدينة مرة كويسة بسم الله خلونا نشوف بسم الله. اوكي 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 وش ذا الخياس يا اخي ما في اشياء كويسة وانتم تقولون في اشياء حلوة. هذا مين هذا مين دقيقة ظهر ان هذا حق البيتكوين هذا حق البيتكوين يب تذكرون لعبة مقهى الالعاب كان نفس كذا. طيب شوف شوية انا ما ودي ابدا الان عرفت مكانه اوكي عرفت مكانه لكن ما ودي ابدا الان ببدا بعدين سالفة البيتكوين ما ابغاها الحين خلنا نلعب على الاشياء المضمونة بعدين يصير خير مع البيتكوين ان شاء الله ان شاء الله الحلقة الجاية تبغون الحلقة الجاية ان شاء الله الحلقة الجاية راح نشوف وضع البيتكوين لكن اليوم خلونا نكمل في ستريمنا ما ندخل على طول في البيتكوين والله خلاص يا متخلف يا متخلف. اوكي انا متخلف قاعد امشي في نص الشارع بس يلا هو متخلف انا هو الغلطان مو بنا معليش. المهم راح ارجع ذا شو اسمه بيتي لان مدينتهم صراحه ما ادري من المواطنين للدوريات كلهم مهبل اقسم بالله مهبل. تدرون ايش الغريب يا شباب ان الانرجي ما نقص مع الوظيفة بشكل كبير يعني ما نقصها كثير يعني البثوث قاعد تنقص الانرجي اكثر من الوظائف نفسها. والله لو القى لي شقة في المدينة نفسها وتوظف هناك والله احسن لي صراحة. ما ادري اذا هذه خطة مستقبلية راح تكون ما ادري الصدق. طيب وش رايكم نطلب اكل يا ليت عندي ثلاجة شكلي بدور لي ثلاجة على اساس خلاص احط اكل فيها بدل ما ارجع كل شوي وقرف بشكلي اباكل وبنام بعدين بعدين بكره ان شاء الله ببث اللعبه اللي حملناها ان شاء الله هذا اللي انا افكر بس خليه يرن الجرس رن الجرس كويس بس بتاكد اللعبه تحملت. يا الله والله يا تاخذ وقت طويل يا ساتر والله تاخذ وقت طويل مره مره. يلا خلنا ناكل قبل ما ننام. اوه عبه فل. طب هذا بلد اوه بلد يعني حطه اوكي لو حطيناه هنا يتعفن والله ما ادري اذا تعفى ولا بس ان شاء الله لا اتوقع يحتاج الثلاجه. خلونا ننام نقدر ننام الان نقدر ننام يا اخي والله مره طولت اللعبه مره طولت اللعبه. جتني رساله ظاهر رساله الورك او الوظيفه او رسالتين اوكي كلهم يو هاف ا نيو بيل ذات يو هاف تو باي ظاهر الفواتير هنا نحصلها اتوقع دقيقه خلينا نشوف بيلز يب وش حقت ايش السكن حقي اتوقع يمكن او النت اوه طيب اذا تاخرت يا رجال ليش اتاخر كله 16 وذا اوكي ادفع ادفع اوكي طيب مو مشكله خلينا نشوف ستيم يا اخي اخلص بسرعه رساله ثانيه وش سالفه وش سالفه رسائل يا ناس طيب يا اخي والله وظيفه بعيده يا اخي والله تعجزت اني اروح ارجع والله والله متعجز والله متعجز مره خلونا بس نسوي بث مباشر بس طفشت من البث المباشر اللي يكون
جست شاتينج. يا اخي ابغى العب لعبه، ابغى العب لعبه وهذه مطوله وول بيبر. اوه نغير، هذه حلوه ما عجبتني. بيضه وكتكوت كذا صغير. لك ديسك سكان اول فايروس. اوه اوكي، خلا بعدين يا رجال. انا ما ودي احوس الحين التحميل. التحميل هو او هي 28. تدرون كيف دي ابدخل امازون الحين ابشيك عليه، بسوي تجربه. تمام، ابسوي تجربه. اولا بشوف الاسعار. انا الحين بشيك، بدخل على سالفه المراوح والمكيفات والاشياء هذه. في نفس الوقت بروح اشيك على القطع، وبروح اناظر اذا رحت بنفسي كعابي كذا بنفسي هل بلقاها ارخص ولا لا. خلينا نشوف مثلا القطع الحين، كره الشاشه، لان كره الشاشه هناك وايد. طيب MTX 950 يو هو نفس اللي معي. تمام 178، احفظوا 178. طيب خلينا نشوف الفرنتشر. الملابس ما احتاج ملابس صراحه. فاير بليس العب. ثلاجات ووو اوكي، كفي واحده 200 بس ما معي الا 310. احس باقي ما زلت. واشنج، هذا غساله ملابس، هذه اللي انا شريتها، هذه اتوقع 150 يب. طيب 178 ها 178. خلونا نروح نشوف هناك كم سعر. اي سويت ذس بليس سو هات. طيب هنشوف كروت الشاشه. كروت الشاشه، وين كروت الشاشه يا الغالي؟ هذه كروت الشاشه. طيب هذا هو، كم سعره؟ 142. اي والله 142، شفت كيف ارخص؟ لو تروح بنفسك تشتري ارخص. اوكي شفتوا، هذه معلومه لازم نتعلمها. والعب الكيبوردات حركات. انا والله ما احتاج كيبوردات وما احتاج بلاستيك تشير. والله نجيب نطور. هل يمدينا نبيع؟ هنا السؤال، يمدينا نبيع كراسي ولا شيء؟ خلينا نشوف. ناكل هذه. اوكي ما يروح، كفو. نروح الحمام بس لاني مرة فل 100% يا حبيبي. اخذ هذا، معليش اني اشتريت كرسي بس بروح اناظر هل يمديني ابيعه. اذا مداني ابيعه ببيعه وبشتري ذاك اللي ب 80 دولار الكرسي. هنشوف يمدينا. يا الغالي ما تشترون هذا؟ اير كونديشنر شكلي باخذ صراحه مكيف، بس مشكله غاليات. ارخص واحد ب 400، ما عندي 400، مو انا اجيب لك 400 يا حبيبي. يب شكل البث، لانه صراحه احتاج فلوس وما عندي شيء اسويه. يعني خل هذا يحمل. قاعد يحمله صح؟ اي قاعد يحمل، خله يحمل عبال ما اسولف معهم. اوكي شفتوا قاعد يجيني دونيشن، قاعد يجيني ناس قاعد تدفع. كويس. Someone is trying to teach you how to stream. Pretend to listen. I'm a master at this job. انا فنان واسطوره في الشغله، لا تقعد تعلمني، انا اعلمك يا ابوي. You decide to open music. Open up fun music. Sad music. لا عطنا fun music. صدقون خلينا نفتح ستريم لابس. سبسكرايب. لا صدق اتوقع لو اقراها عندهم احسن لي. سبسكرايب، يعطيك العافيه يا ما ادري وشو، يعطيك العافيه الاشتراك، يعطيك العافيه 5 دولار. عطني 5 دولار شكرا يا حبيبي. ليجند از باك. هلو ايفريون. هلا والله يا زاتش حبيبي، منور ام البث. اوه 44 شخص يتابع. هلا والله الناس حابين. اتوقع انهم بيحبون مره البث اذا سويت لعبه واذا لعبت لعبه. سمونا وانس تو كلوز ذا ستريم وانس يو تو سي يو ار فول اجنور. اسحب عليه، تجاهل افضل رد. اي سويت ذس بليس از سو هات. يا اخي وش اسوي لك؟ ما عندي فلوس اجيب لك مكيف، وش اسوي؟ خلينا نفتح ستريم لابس ونشوف الناس اللي اشتركوا. كريه الهاك. جي ار ان اي. اي كلوز ذا ستريم بيكوز اي واز تايرد. اوكي مو مشكله، طفينا. دولار عندنا اشتراكات، دولار 5 دولار واشتراك ممتاز. اشتراكات راح تفيدني اذا اتوقع تفيدني بعدين مو الان. طيب انا اتوقع اني تعبان مره صح، مرهق. يب خلوني اروح انام. بعدين بكره ممكن اذا ما خلصت اللعبه بروح اتوظف او بروح اخذ يعني الوظيفه حقتي حقت ال 80 دولار تقريبا حق توصيل الطلبات. طيب جتني رساله اتوقع من الوظيفه نفسها يبغوني اجي. عاد انا متى ما بغيت اجي قطع من الوظيفه الفل. طيب بل يو هاف نيو. اوكي اتوقع النت. يب اتوقع النت. خلوني اكل. اوكي ممتاز. نقص الهيلث. نقص الهيلث لانه كان برا مو في الثلاجه. يا اوكي الحين استوعبت رسميا. طيب الحين خلوني اوكي خلنا اخذ كذا شاوره اوصلها 100% عشان اكون نظيف وجاهز للوظيفه. الساعه كم الحين عشان اقدر اروح؟ بروح بعد شوي. طيب بس تشيك سريع، بخلي الجهاز شغال عشان يحمل اللعبه. بس تشيك سريع، اللعبه كم وصلت؟ داونلود خلصت. ابث اللعبه ولا اروح اتوظف؟ خليني بروح اتوظف برجع. يب بروح اتوظف بروح اشتغل يعني. جتني رساله ثانيه، وش بعد؟ شو الرسايل؟ والله صاير مهم انا مره ذا اليومين. ذولي مطعم يقول تعال يلا بسرعه. ابشر. تصدقون اروح بالسياره؟ لا ما راح اروح بالسياره، صدقون ما راح اروح بالسياره.
خلى السيارة فجأة يفقع علينا كفر ولا تتعطل علينا وروح أدفع $100 $200 ومشوار أقسم بالله مشوار بعدين تخرب أم اللعبة وتخرب أم السلسلة. أوكي وصلنا 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 بس أنا بتأكد بس الساعة كم الحين الساعة كم هنشوف على السريع. أوكي قبل 13 الحين حلو قبل الساعة واحدة بسم الله خلونا نشتغل قبل بنص ساعة حتى كم راح يعطينا 84 ممتاز جدا ودي اشتغل صراحة مرة ثانية ما اقدر شفت كيف الحين جاهزين نسوي بث مباشر بلعبة اخيرا صدق صدق اخيرا راح نسوي بث مباشر بلعبة لابراري بعدين اشغل اللعبة يب شغلنا اللعبة العب كاونتر سترايكا كاونتر سترايكا ستريكا طيب اوكي خلي اللعبة شغالة خل نروح الحين نسوي نغير اسم نغير اسم البث اهم شيء دقيقة سي اس جو جلد جلد يا ولد افريج لايف فيور 17 هذه لازم نوصلها 100 عشان نقدر نقدم على البارتنر طيب خلونا نروح او بي اس ونسوي ستارت ستريم ليتس جو اوكي بدينا خلونا نروح نشغل اللعبه على جنب الحين شغاله كذا لا حط الجيم ليه ما انحطت كذا قاعدين يشوفون البث هم ولا لا دقيقه اي قاعدين يشوفونها تحت ما ادري كيف اشرح لكم بس قاعدين يشوفونها تحت خليها كذا ان شاء الله يعني ان شاء الله والله ما ادري اذا هم ذا اوبشن كروسير مدينة غيره العب ليت عندي شاشتين والله والله لو عندي شاشتين اتفرج هنا البث وهنا اللعبه لانه كذا حوسه ما في اوبشن الا كروسير ولا كان ودي اسوي فول سكرين ما ادري كيف اخليها فول سكرين او ماي جاد دخلنا جيم اوكي قاعدين يتفرجون 32 شخص قاعد يتفرج البث الحين 60 متابع يلا نبغى نجلد صدق والله نبغى نجلد الحين الخط الاخضر اللي فوق ستريم توكسيتي اتوقع هذه وش معناتها انت تيرست اوكي خل نروح اي شيء اوكي العب اوكي كيف سي اوكي سي شلناها بي او بي اشتري ماركت كم معي الحين معي 800 والله يحوس يا شباب اوه الجهاز ابو كلب تدرون ليه هذا مين ضدنا ولا معنا والله ما ادري اذا ضدنا ولا معنا لا هذا معنا اوكي وش اللحس يا عيال ولخبط انا مت يو ار ويتنج فور ذا راوند تو اند مين موتني هذا اللي هنا يا عيال انا لحست اقسم بالله شوفوا الاف بيس 9 يقطع ام الخياس طيب حنا اللون ازرق اوكي الحين استوعبت ازرق الحين هم بروح البي خلوا المد لهم ما شريت معي 2300 كان مفروض اشتري صراحة اوكي خلنا ننتظر اذا حد بيجي هنا خلنا ننتظر ها بيجي حد نسوي بيك كذا السريع غالب انهم شروا الحين دروع شروا اغراض اوكي وينهم يقطع بليس عيال جاني صداع واقسم بالله جاني صداع من الاف بي اس الخايس اقسم بالله صداع من الاف بي اس ابو كلب لازم اجي اضبط جهازي اقسم بالله ماني بعرف العب والله ماني بعرف العب مع ذا البيس الخايس خلونا نسوي اكس تدرون ليه لان وقف البث الانرجي طفى عندي خلص الانرجي اوكي طيب كان بث صراحه غير موفق مره كانت تجربه اوكي تجربه في $19 والله يعطيك العافيه اقسم بالله شكرا لك يا شيخ جيت بيت 47 ممتاز جيت بيت طيب شوف عندي خطه عندي خطه بكره ان شاء الله ببث نفس اللعبه لكن خلوني اوه ماي جاد اوكي دقيقه خلني اطلب اكل كانت تجربه بس اني بث اللعبه هذه كانت تجربه بكره ما راح اداوم بكره ببث بث مباشر كهنا بدايه الخراب اسحب الدوام الوظيفه واقعد اقعد استريم طيب في شيء كان يعبي الفل ما ادري وش نسيته ان شاء الله بكره راح يجي الاكل عشان ناكل انه 1% ووضعنا جوعاني مره قبل ما يجي ويدق الجرس خلينا نروح الحمام ناخذ نشاور وبيرن الجرس الان ان شاء الله يلا كمان يلا الهيت 25 لازم نضبطها I'm very hungry I have to eat والله اني طالب يا حبيبي بس اصبر شوي ايوه جا يعطيك العافيه يا حبيبي الظهر هذا يخليني فل 79 حلو ممتاز 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 79 مره حلو طيب يلا والله بيجيكم بث رهيب الحين الانرجي 100% انا اوريكم قبل شوي كنا ملخبطين لكن الان ان شاء الله وضعنا كويس ان شاء الله وضعنا كويس 71 فولور عندنا ممتاز ان شاء الله مع نهايه اليوم راح نتصك 100 ما ادري اذا قدرنا كويس 12 شخص قاعد يتابعنا الحين قاعدين نبث الصبح يا الله الهاك مو وقتك قاعدين نلعب رانك زد بي دي اف زد بي تخيلوا بعدين تكون اكثر من اربع حروف كذا خمسه سته يقطع من اللحسه صدق رد عليهم اي شيء بسرعه خلينا نلعب بس يلا فايت اوكي بسم الله هنشيل اول شيء الكروسير لانه مره مزعج ما ودي اشتري شيء اول راوند يلا بسم الله شد حيلك اوكي تيمنا الازرق وينهم اتوقع انهم جايين لونج يب اتوقع جايين لونج نروح نشوف خوينا هذا بينجلد اذا انجلد وضعنا مره سيء والله الجهاز سيء يا عيال لازم نحسنه شوفوا كيف قاعد العب اقسم بالله ولا لعبه جوال هذا خوينا
وين الازرق اخويا انا وينهم؟ اوكي ما ودي ادرعم انا، احنا قاعدين نحفظ البومب، هنشوف بي لا يكون رايحين بي. اوه لا شفت واحد، شفت واحد والله يا عيال. القم هيد، القم القم. شلون هو منطق شلون مع ايكي مو اول راوند ايكو؟ الله يا عيال شوفوا بحط بحط السبب في شو اسمه في الجهاز، ان الجهاز ضعيف. بس اخويانا قاعدين يجلدون، كفو كفو اخويانا والله صدق الواحد ما يعرف يلعب هنا. كفو فزنا. طيب شوف 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 بشتري الحين، بشتري افتح السي بعدين ماركت. معي كم؟ معي 2000. وشلون شروا اي كي؟ يلا علموني شلون. كان معنا 800 والله كذب اقسم بالله. طيب 2300 وش اشتري؟ اشتري ام بي شاتجن. لا ام بي شاتجن يلا عشان منطلقه واحده. اوكي خلاص 42 شخص تابعني الحين. اوكي في ناس بعيد بس لا انا معي شاتجن فما اقدر. اوه واحد اثنين من اخويانا ماتوا. لا يا شيخ وين اللي ماتوا؟ في المد. افا اتوقع رايحين شورت. يبقى اشوف واحد في اللونج بس شاتجن ما يوصل. تكفى موتة. كفو ذبحت واحد، واحد موتني على الاقل ذبحت واحد. يلا ما يخالف بدايه الغيث قطره ما عليه. بس اتوقع انهم بيفوزون في التي في الجيم هذا او الراوند هذا بيفوزون. شكلي بجرب اشتري الام بي 5 كي اتوقع. اي والله في واحد يقطع ام ليه بالخايس. عشق عشق عشق. ما معي. اوكي ما تخوينا. او والله يا عيال صعب انك تلعب كذا. اوكي والله صعب 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 صعب. اوكي اخوي انا قاعدين يجلدون. عشق عشق اقسم بالله كذب والله كذب يا عيال والله كذب. انزلوا لي سي اس جو صدقيه، انزلوا لي. وش اللعبه الخايسه اقسم بالله غبنا. 56 قاعد يتفرجون. 24 ديفيت. لو فاز الحين خلاص جي جي. 1800 معنا بس غبنا اقسم بالله غبنا. ايش اخواخر بس الدربات اللي عندي اقسم لا ما تساعد. كفو خوينا ذبح واحد. تكفى خوينا تعال فزعلي. واحد مد اثنين مد اثنين مد. اوكي بيذبحوني. شفت كيف سابن سابن ذبحوني. يقطع ام الكذب واللاك. تكفى يا خوينا. اي كلوز ذا ستريم بيكوز اي واز تايرد. اوكي خسرنا. طفينا ستريم. لا وراك يا فاهي وراك يا فاهي. اوكي جي جي خسرنا الله. والله صراحه كاونتر سترايك ما كانت موفقه ابدا. مو كاونتر سترايك جهازي مره زفت يعني. الحين انا ما ادري اهتم، اكتبوا لي في الكومنتات اهتم في الجهاز ولا اهتم اني اجيب مكيف اول شيء، واذا الجهاز اي قطعه اجيب وش افضل شيء. خسرنا للاسف. كرنت لاي توتال رانك بوينت سالب 6. شكرا حبيبي كنت الله ياخذ لعبتكم الخايسه. اصلا عادي خلينا نشوف ستريم لابس نشوف دولارين. والله الوظيفه اصرف منك تبث صراحه. بس في ناس قاعدين يدعمون، في ناس قاعدين يدعمون كويس. 22 دولار حلوة. الانرجي مرة ناقص فعشان كذا خلنا ناخذنا كذا، خلنا نروح الحمام على السريع ناخذنا شاور نروح ننام ونسوي سيف للعبة. اليوم سوينا اشياء كثيرة. رحنا المدينة، شيكنا على ذاك حق راعي البيتكوين. الجهاز لازم اقويه لازم 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 يعني. الحلقة الجاية لازم اهتم بالجهاز اتوقع اكثر من اي شيء ثاني صراحة. الهيت تحسن وضعي صار 22 يعني خلاص الغرفة بدت تتحسن ما صار في حر. فعلموني اي القطع اللي تشوفونها مناسبه يعني وش القطع اللي تشوفونها كويسه. طيب خلينا نطفي الكمبيوتر بعدين نضغط اف عشان نشوف تبغون اعلي المعالج ولا الكرت الشاشه وش افضل شيء اللي تحسون او تحسون او عندكم خبره سابقه انه افضل. اكتبوا لي في الكومنتات عشان اشيك. ام فيري كولد. شوف بدا يستعبط. لا بدا يستعبط. اوكي معانا 465 دولار يعني ان شاء الله وضعنا قاعد يتحسن ان شاء الله ان شاء الله. بحاول اضبط بي سي، لازم اغير بي سي او على الاقل قطع بعض القطع البي سي اسوي ابجريد بعض القطع. ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه هذه، عجبتكم لا تكسرون معنا باللايكات. الحلقه الجايه راح تكون افضل ان شاء الله، راح اسوي فيها اشياء كثير ابجريدات هذه اهم شيء ابجريدات. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.